صباح الخير. من فترة ما سجلنا بالعربي، وهالمرة حنشارككم قصة سمعتها امبارح، كان بتخرج بثانوية ابني. حاذكر القصة وحزيد شوي يمكن من بعض المعاناة الشخصية اللي لها علاقة بالقصة. القصة هيك كالتالي: في شاب عم بيسأل بيو، قال له بابا أنا شو قيمتي كإنسان؟ شو قيمتي بالمجتمع؟ شو قيمتي؟ بيزكلي هذا السؤال هو عن قيمة الشخص. بقى تاي البي يعلم ابنه درس بالحياة. عندهم حجرة بالطبع هيدا شكل جميل. قال له لابنه خذ هالحجرة وروح على هالحجر وروح على الضيعة، على مركز المدينة، وجرب بيعه، بس إذا حدا سألك قديش سعره ما تقول له اعمل بس بإيدك حركة، هالحركة هي حرك إصبعين. فراح هالشاب على المدينة، على القرية، جرب يبيع الحجر. قامت إجت سيدة قالت له هالحجر كثير حلو، حابب حطه بالحديقة عندي، شو بدك حقه؟ قام سعره قال له عمل له بإيده هيك. قلت له $2 ممتاز بشتري. حمل الحجر الصبي ورجع عند بيو، قال له بابا هذا اللي صار معي، عرضنا الحجر، اجت سيدة بدها تدفع حقه $2. قال له اوكي، هلا بدي اياك تروح على محل، على مكان ببيع امور من الطبيعه، احجار، اشكال حلوه، وشوف شو بيقولوا لك، بس نفس الشيء اذا سالوك على السعر بس حرك ايديك وقول لهم هيك، ما تعطيهم سعر. راح هالشاب على مكان من الامكنه اللي بتبيع هيك امور وعرضوا، قالوا له ايش حجر كثير ممتاز وحلو وجيد وحابين نشتري منك، قديش بدك حقه؟ اعمل لهم هيك. قال له $2000 ممتاز نشتري. هون بالطبع فيكم تتوقعوا انه في الصبي مرق بازمه، انه تفاجئ انه امبارح كان بدهم $2 هلا صار حقه 2000، شو في يعني؟ رجع عند بيو، اكيد ما باع الحجر، رجع عند بيو. قام قال له خبر بيو شو صار، قال له اوكي هلا الوقت انك تروح على محل ثالث، تروح على محل ببيع احجار كريمه وشغلات لها قيمه بهالمكان، روح جرب نفس القصه، اذا سالوك اعمل نفس الحركه. راح الصبي على محل ببيعوا احجار كريمه واحجار انواع ما ضروري يكون مجوهرات، بس انه مقصود من القصه. قام بيجي عم بيجتمع الصبي مع الشاب مع صاحب المحل، قال له هذا حجر كثير نادر، حجر كثير حلو، حجر كثير مهم، نحن بدنا اياه واكيد حابين نحصل عليه، شو بدك حقه؟ قام عمل له هيك بايديه، قال له $200,000 خلص حاشتري. اكيد يمكن شوي ثاني الولد حيروح خرج عن الوعي، رجع عند بقيه وخبره القصه. قال له كان جوابه بالطبع الاب انه هذا هو يعني المقصد من القصه، انه شو قيمتك انت كانسان بهالمجتمع؟ وقيمتك هي بناء على ما حولك. هل المجتمع اللي حواليك بيشوف قيمتك $2 اما قيمه الشيء اللي عندك هي $2 ولا 200 ولا 2000 ولا $200,000 ولا يمكن حتى اكثر بكثير؟ المقصود انه قيمة الانسان هي بالطبع ما لها حدود، وهي كلها مرتبطة بالبيئة اللي حواليه. بعتقد القصة صارت مفهومة. هون بدي انتقل لبعض المعاناة الشخصية اللي لها علاقة بهالقصة، وبعتذر من ذكر امور شخصية، وهلا عم بذكر هالامور مش من منطق الشكوى ولا اي شيء ثاني، رغم انه بالطبع في جزء منها شكوى، اللي هو نحن قيمتنا كاشخاص عرب. يعني هذا بالجزء الانجليزي ما سجلت هالحديث، عم سجله بس بالجزء العربي لاهلنا بالعالم العربي. وحشارك تقريبا قصتين متشابهتين. نحن كاشخاص، كشركه مثلا شركتنا بدبي بتتعامل مع كثير شركات بالدول العربيه بكل انحاء العالم العربي، ومنتفاجئ كثير احيان انه لما بنيجي لمواضيع بعض الامور عقود مع بعض الاشخاص والمؤسسات، انه ممكن يدفعوا للشركه الاجنبيه ولا الاسم اجنبي ولا عندها مركز خارج الدول العربيه دبل، ممكن يدفعوا لنا ونحن بالنهايه بيشتكوا لنا. يعني حتى في عندي تجربه من فتره كنت عم بشتغل مع شخص ثاني من جنوب افريقيا عنده شركته، عم بتواصل نحن وياه عم نشتغل ليدرشيب بروجرام، وبشرج يعني بدب يعني تسعيرته لشخص مثلي تنقول اكس، مش حاعطي ارقام. وهذا السعر اكس اللي بيعطيه للزباين لوقتي انا كمنير عجم كشخص، نفس الشخص عم بيحكي هون، دبل السعر اللي نحن بنشرجه لزبايننا، حتى مش دبل، اكثر من دبل. صدفت في احد الشركات اللي صرنا سنتين عم يشتغل انا وياه مع هالشركه هي، صرنا سنتين بيشتغلوا بيدفعوا السعر اللي بيدفعوا له اياه هو اكثر من دبل. اجوا هالمره بدهم يتواصلوا معي دايركتلي انه يتعاملوا معنا. اتصلت مع الشخص هذا، قلت له هل تسمح لي اتواصل معهم مباشره لانه دائما كنت عم بشتغل معهم انا عبره. قال لي اكيد ما في مشكل. تواصلنا معهم لانه هذا هو، اعطيناهم سعر تقريبا بالنص بين السعر اللي هو السعر اللي اقل بكثير من السعر اللي بيشرجوه هو. كان الجواب سعرالي. يعني لما كانوا عم يتواصلوا مع الشركه الاجنبيه كان السعر اكس ممتاز، لما جينا عم يتواصلوا معنا مباشره اعطيناهم اكس ماينس 40% ولا اكس ماينس 50%. اوكي، السعر غالي. هي جزء من القصه اللي هو احنا عم نتعامل مع الشركات. ليش هذا التمييز الموجود احيانا انه اذا كانت شركه اجنبيه ولا شخص اجنبي السعر الغالي حلال، ولما نيجي نحن كابناء الوطن العربي بدنا نشتغل السعر اللي بدنا نحطه نحن، ونحكي نحن كفئات عالميه، يعني فيكم ترجعوا لمرجعي ومعرفتي وخبرتي وتاريخي الشخصي، مش عم نحكي نحن الشخصي كمان كشركه، وشركه سكاد نحن معروفين بالدول العربيه صار 14 سنه كصيت من اقوى الشركات، انه نحن يعتبر مميزين بادائنا. بس ما رح ندخل بهالامور كلها سوا، بس السؤال بشكل عام بغض النظر هذا الشيء اكيد مش صار بس معي، مش صار مع كثير ناس ثانيين. القصه الثانيه اللي حشاركها هون، وبعتذر عم بيطول الفيديو شوي، بال 2012 جينا اسسنا مكتب بلبنان وحاولنا نتواصل مع الجامعات، وجزء من تواصلنا مع الجامعات كان انه اليوم علم اداره المشاريع علم كثير مهم، بس الجامعات اللبنانيه اليوم تليق على الاقل الجامعات اللي تعتبر بالمرتبه الاولى ما عندهم برنامج إدارة مشاريع، عندهم ممكن يكون دورة ولا دورتين ماكسيموم. تواصلنا مع ثلاث جامعات الأول بلبنان. أول جامعة ما ردوا علينا. ثاني جامعة قالوا لي صار اجتماعات، وحتى بالنهاية عزموني وجيت اعتمدت محاضرة لتلاميذهم، بس كانوا عم بيوافقوا إنه نحن تنأسس برنامج إدارة مشاريع اليوم خاصة ماجستير صعب كثير، وكانوا كثير صريحين بالموضوع. الجامعة الثالثة تواصلنا معهم أول مرة. رحنا اجتمعنا مع احد المدراء الاقسام، بعتقد ما بتذكر اذا كانت الدين تبع الانجينيرينج ولا الدين تبع البزنس، وقال فكره جيده، هلا طلعنا بحلول، عملنا لهم بروبوزل مفصل وانه كيف ممكن نساعد وين فينا نساعد وشو مقترح لهم هن يعملوه، ما ضروري يكون نحن بالنهايه. قال ممتاز، هذا بده موضوع اجتماع مع الدين تبع الانجينيرينج والدين تبع البزنس مانجمنت والدين ما بعرف مين، بدنا اجتماع موسع لانه ممتاز. حددنا اجتماع موسع، حددوا لنا اياه هن الوقت والمحدد، رحنا لعندهم يوم الاجتماع المحدد، ما حدا موجود، ما حدا معه خبره بالاجتماع. تركنا لهم البروبوزل المفصل انه يا جماعه نحن جاهزين، ساعة اللي بتحبوا نحن كان هالاجتماع يصير، نحن جاهزين. الحديث من 5 سنين لهلا ما سمعنا منهم. من شي اسبوعين ثلاثه تواصلت مع احد المدراء الجامعات الاوائل كمان، وهو شخص بعرفه شخصيا، يعني الحديث هلا لسه ما جاوبني. الانترستينج بالقصه حاختم هون، انه بنفس الوقت اللي تواصلت مع الشخص هذا تواصلت مع بروفيسور بجامعه كاليفورنيا بيركلي اللي هي تعتبر من اوائل الجامعات بالعالم، وبالهندسه المدنيه وبالبروجكت مانجمنت، بالهندسه المدنيه خلينا نقول وبالهندسه بشكل عام تعتبر بين ال5 الاوائل بامريكا، وبالعالم بالتصنيف العالمي تعتبر من توب 10 يعني بالجامعات، حسب طبعا كل اختصاص شكل بس بشكل عام. اتصلت مع احد البروفيسور باداره المشاريع هونيك بالانجينيرنج ديبارتمنت. خلال ايام كان جاييني ايميل مش منه، جاييني ايميل من مديره قسم اداره المشاريع بالجامعه. مش عم بحكي قسم اداره مشاريع بالجامعه، عم بحكي انه بالفاسيلتيز، لا، اداره البروجكت مانجمنت بروجرام اللي هو اسمه انجينيرنج اند بروجكت مانجمنت بروجرام باليو سي بيركلي. وصلني ايميل منها هي، بالطبع عملت له كوبي له للبروفيسور اللي تواصلت معه انا، ولا مهتمين وحابين انه يتواصلوا معي واذا بنقدر نعمل كونفرنس كول. وبالفعل صار كونفرنس كول، حددته حتى 7 الصبح توقيت كاليفورنيا، يعني تقدر تجتمع معي لنقدر نتحدث. وبالطبع جماعه جاهزين انه نتعاون معهم حتى اكون انا كلكشرر ببيركلي. هلا بالطبع ما فيش نهائي لانه هلا ما بعثت لهم المعلومات اللي طلبوها، بس بشكل عام بناء على يعني بعثت لهم المعلومات تننتقل للمرحله الثانيه ونبلش نحدد وقت يعني، بس بشكل عام كانت الجماعه جاهزين. المهم بغض النظر اذا اشتغلت معهم ولا ما اشتغلت معهم، يمكن ما ارجع على كاليفورنيا لانه بالطبع دائما نحن بازمه. انا كانسان وين قيمتي؟ إذا بمجتمعي هون حتى عمل اجتماعي تطوعي مش قادرين نعمله. الجامعات هون بالكاد بتحترم وجودنا كأشخاص، بينما هون عندنا جامعة اللي هي تعتبر من الأوائل بالعالم. خلال أيام كانوا متجاوبين معنا وعم بيقولوا لي أوكي هلا السنة خلاص انتهت، للسنة الجاية ممكن يكون عندك lecturing opportunity. خليني أنهي هون، العبر موجودة. شكراً، وبعتذر إذا دخلت بقصة شخصية، بس بعتقد الموضوع لازم ننتبه له شوي نحن كمجتمع. الكفاءات اللي عندنا العلمية بالعالم العربي، انسى منير عجم، عندنا كفاءات بكل أنحاء العالم موجودين. ليش لما بنيجي لدولنا العربية قيمتنا مثل أحد الشباب على لينك إن بي اللي قيمتنا يمكن رصاصة؟ إلى اللقاء.